بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بزيريخ، قدم السيد فوزي لقجع لرئيس الفيفا عرضا مفصلا أوضح من خلاله دور الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في النهوض بكرة القدم الوطنية عبر فتح مجموعة من الأوراس المرتبطة بتأهيل البنية التحتية عن طريق تكسية 62 ملعبا بالعشب الاصطناعي من الجيني الثالث. وأكد السيد رئيس الجامعة للسيد جياني إنفانتينو انخراط المملكة المغربية في تأهيل القطاع الكروي بإعطاء انطلاقة إنجاز الملعب الكبير لمدينتي تطوان ووجدة. وخلال هذا اللقاء تباحث الطرفان حول دور التكوين والتكوين المستمر في الرفع من مستوى الممارسة الكروية بالمملكة المغربية. كان اجتماع مهم أساسي، وضعنا الرئيس الفيفا في المسار نتاع التطور اللي تعرفوا بلادنا في جميع المجالات تحت بطبيعة الحال القيادة نتاع صاحب الجلالة حفظه الله، ولكن مع التطور الكبير اللي عرفته كرة القدم وخاصة في مجال البنية التحتية اللي تتوضع بلادنا بدون يعني أدنى شك في مسار كيضم على التموقع المستقبلي لتنظيم التظاهرات العالمية الكروية. تحدثنا عن المشاريع الكروية الكبرى التي يشهدها المغرب بغية تطوير الكرة الوطنية من جميع النواحي: بنية تحتية، التكوين المستمر، إنجاز ملاعب كبرى بمعايير دولية. وبذلك نتمن مجهودات جميع أطر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. واعتبر السيد جياني إنفانتينو أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تظل نموذجا متميزا يتماشى مع الرؤية الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدا أن المملكة المغربية تحظى بمكانة خاصة لدى الفيفا تجعلها مؤهلة للتنظيم واستضافة أبرز التظاهرات الكروية مستقبلا. وفي ختام هذا الاجتماع أكد السيد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيقوم بزيارة إلى المغرب في الأسابيع القليلة المقبلة لتثمين العلاقات بين الجامعة والفيفا في أفق تعاون مشترك.